بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يقول قوله تبارك وتعالى: قالوا ربنا متنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. اي نعم، هذا اهل النار يقولون هذا، امتنا اثنتين وحييتنا اثنتين. الموتتان هما، قيل موتة الدنيا وموتة الصعق، وقيل الموتتان هي موتة الدنيا والموتة التي قبلها، وهي قبل ان يخرج الى هذه الدنيا. كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، والحياتان هم الحياة في هذه الدنيا ثم الحياة في الآخرة.